أحمد يحيى من حي الجمالية، وساكن في الضرب الأحمر، واشتغل في أرض الجاموس والنعال وأبنوس. بدأت مع والدي في شغل سن الفيل، الله يرحمه. بدأت الشغل معايا في سن الفيل والعاجل، بدأت أشتغل معاه كتير، بدأ يعلمني، بدأ ينمي فيا الفكرة إن أنا عايز أشتغل المهنة ديت حاببها. بدأت أشتغل معاه، بدأت أظبط شغل، بدأت أطور فيها. بدأنا نشتغل وبنطلع الإنتاج دوت شغلنا المنتج من الخامات اللي هو نفايات الحيوانات. يعني أرض الجاموس خامة محدش بيبص لها بقدر إن هي خامة، يعني أرض الجاموس كل بيقول لك لا دي إيه، حاجة مالهاش لازمة، من فضلات أو مخلفات الحيوانات بدأنا نطلع منها شغل. فالفكرة جت لي من كده، لقيت الخامة مساعداني فيها، تخانة فيها الشغل اللي أنا محتاجه. عملت منها أشكال كتير، يعني عملت منها الحيوانات، وعملت منها أي شكل بالطلب بيجي لي ببدأ أعمله. الوقت بتاعها على حسب شغل القطعة، في حاجة ممكن تاخد معايا ساعة، حاجة تاخد معايا يوم، حاجة تاخد معايا أسبوع، على حسب الشغل بتاعها. مراحل بدايتها بنجيب الأول الأرض، بيتنضف وبيتقص الزيادة اللي فيه، نبدأ بعد كده نشوف المليان بتاعه ونبدأ نشتغله، نبدأ نوظفه حسب الشكل المطلوب. بنبدأ نقطعها، بعد كده بنسطحها، بعد كده نقطع المنشار، بعد كده ترجع تاني تتلف على الموتور، ترجع تاني على الفريزر، ليها كذا مرحلة، وآخرهم دور التشطيب والتلميع. متوسط الأسعار بتبقى من 50 لغاية 500 على حسب القطعة.